رمزي، الهلال ربما هو اليوم مطالب بالإيمان بالحظوظ، وقبل ما ينتظر خلينا نقول هدية في لقاء اتحاد العاصمة وفيوتشر، وربما ممكن خلينا نقول يستفيد من نتيجة هذه المباراة، عليه أن يفوز على سوبر سبورت في جنوب إفريقيا. هل الهلال قادر وفق ما سمعنا من مصطفى التجوري حول التحضيرات والتركيز وكيف تبدو الأمور في جنوب إفريقيا؟ شوف مراد، الأمل مازال موجود والحظوظ مازالت يعني قائمة بالنسبة لفريق الهلال. لو تعامل سيد عودة بشكل صحيح من ناحية زي ما قلت لك التشكيل والتوظيف اللاعبين داخل الملعب، التوظيف الجيد والممتاز داخل الملعب، فممكن إن شاء الله يعني ما يكونش يعني السفر والتعب والإرهاق يكون عائق للرياضيين. تعرف يا مراد، صحيح تكلم على معاناة في الرحلة، رحلة بر وجوه، رحلة طويلة، طبعا ديما الأجواء في أفريقيا والحرب النفسية يعني يتصنعوا فيها يدروا فيها بالعاني يعني قصدي غادي، فإن شاء الله التعب والإرهاق هذا ما يكونش عائق للرياضيين، وإن شاء الله السيد عودة والطاقم الفني والإداري يعني يديروا الاستشفاء للرياضيين ويخلوا الرياضيين يعني في أتم جاهزية لمباراة سوبر سبورت. شوف سوبر سبورت في المباراة الماضية أمام الهلال، شنو النقاط اللي من المفترض أن يركز عليها عودة ويستفيد منها ويستغلها في المنافس من أجل أن يعود بفوز؟ مراد، أكيد عودة تفرج على يعني على شريط المباراة مرة أخرى وتفرج على نقاط القوة والضعف لدى فريق سوبر سبورت. فعلى ضوء الضعف نقاط القوة والضعف مراد يحاول يتعامل مع هالنقاط هذينا باللعب بتحفظ وبتوازن، ويحاول يلعب على الهجمات العكسية المرتدة باستغلال مهارة طه الشلوي والتورغي، وعنده الادوات وعنده الحلول وعنده ايزي وعنده كالفن وعنده عز المربي، الخيارات يعني متوفره. ان شاء الله نشوف الهلال يدير نتيجه ايجابيه يفرح البنغازي وليبيا عامه ان شاء الله.